السلام عليكم. معلش انا والله مش عارف المشكلة فين، يعني يمكن دي هتبقى اخر محاولة يا جماعة. لو فصل تاني انا هضطر ان انا مش هكمل، لان انا يعني تضييع للوقت على الفاضي. يعني انا مش عارف المشكلة فين بصراحة. بيفصل عندي، يقول لي ان الوايرلس مش عارف الكونكشن ايه. انا قفلت الوايرلس كله وبتاع السماعة حتى، فهنجرب اخر محاولة دلوقتي يعني ان شاء الله ينفع. لو ما ينفعش بقى انا مش عارف هرجع تاني زي ما كنا بنشتغل قبل كده. تاني الإعادة فيها إفادة، ده الكلينيكال بريزنتيشن. أول ليجن للعيان ده راجل كبير مولود سنة 26 وعنده الليجن دوت على الرايت تمبل. نرجع تاني للكلوزر فيو للليجن ده على الرايت تمبل، أهو أهو، وده سايد فيو للليجن اللي على الرايت تمبل. بعد كده ده ليجن على الرايت شولدر زي ما احنا شايفين، وده الكلوزر فيو بتاعه. وبعد كده عندنا ليجن تالت على ده اللي على التمبل ده خلاص، وده على الرايت اير، ulcerated ليجن على الرايت اير. انا بس عايز حد فيكم كده يفكر. نرجع تاني للليجن اللي هو على ده الرايت تمبل ده، ممكن يكون ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاعكم بتاع الليجن ده؟ اهو ده سايد فيو ليه، ودوت الفيو التاني ليه. اول ليجن ده يا جماعه تفتكروا ممكن يكون ايه او ايه او ايه؟ خلاص على ما فكروا انتوا دلوقتي، وهنشوف البايوبسي حالا بتاعت التلاته ليجنز دول. ده اول ليجن اللي على الرايت تمبل، بعد كده ده الليجن اللي على الرايت اير، بعد كده بعد كده يا جماعه ده اللي هو الايه، الرايت شولدر ليجن، الرايت ليجن على الرايت شولدر. خلاص يبقى دوت ليجن على الرايت شولدر. هنبدأ نشوف البيوبسي بتاعت اول ليجن اللي هو على دي. البيوبسي اللي هي منين؟ الليجن اللي على الرايت شولدر. لو انتوا فاكرين، انا نفسي اعرف بس حد يقول لي مثلا ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاعكو على الليجن اللي هو بتاع الشولدر ده. هنرجع للو باور فيو، ده اللي هو لا يبقى كده. انا عندي، انا ماشي دلوقتي نورمال سكين ابيدرمس، ثين ابيدرمس موجود على السايد. لو بدأنا كده من الاول هنا، انا اقول لكم على اللي تشينجز. طبعا دي مش حاجات نورمال قوي، يعني مش هنشوف الدرمس في لونه مزرق من فوق كده، لونه بلو في الابر درمس، ما هوش بينك زي ما احنا متعودين. المفروض ده يعني هنا ده اللون ده ايه، بلوش. ده ديرمس، ابر ديرمس، ده سببه سولار الاستوزيس. سولار الاستوز بيبان بالمنظر ده، خلاص بقى لونه مزرق كومبيرد للنورمال كولاجين بتاعنا اللي هو بيبقى بينك ان كلر زي ما انتم شايفين. يعني لو نزلنا دي في البايوبسي هنلاقي حتت من النورمال اللي هي ما هواش الابيدرمس اللي هو ايه هنا، يعني هنا في لسه بينك ديرمس، هنا ده بينك ديرمس موجود لسه اهو معايا. وبعد كده دوت في سولار الاستوزيس اللي هو اللون الازرق اللي موجود فوق في الابر ديرمس، ده سيفير سولار الاستوزيس. لو جينا نمشي على الابيدرمس زي ما احنا شايفين، هنرجع تاني شوية لو باور، هلاقي ان في حاجة زي الكريتر موجودة عندي. شايفين؟ يبقى عندي حاجة زي الكريتر اهو، دوت الليب بتاعتها وعملت الكريتر وماشي ماشي ماشي مع الابيديرمس وطلع تاني في الجنب ده. ودي حاجة زي بابيلي زي الفينجر لايك بروجكشن ومقطوعة بالعرض هنا. يبقى انتوا معايا لسه ولا لا يا جماعة؟ معايا ولا لا؟ لو معايا يا ريت تقولوا ان انتوا معايا لسه. فبنقول ان احنا هنا اللايننج بتاعه فيري ثين ابيدرمس او فيري ثين لاير اهو من الابيدرمس زي ما انتم شايفين. وفي الونجيشن من السترانس من الابيدرمس نازله في الريتي، نازله في الدرمس. مفيش عندي اي سكويمس بروليفريشن موجود هنا في الحته دي، ابارت فروم الحته الصغيره دي اللي على السيرفيس اللي فيها هايبر كيراتوسيس وبارا كيراتوسيس. نرجع نكبرها لكم
عندي هنا ايه هايبركيراتوسيس وباراكيراتوسيس، وفي ابيديرمس سلايتلي ثيكند هنا، وفي زي ما احنا شايفين ايه اتيبيا في البيزا اللي هي. احنا الكلمه بعد كده عرفنا يعني ايه اتيبيا او يعني ايه ديسبليجيا. هنا ديسبليجيا معناها ان في البيزا اللير دي بقى فيها لوس اوف اورينتيشن، بدل ما هما مترتبين بارلل ايتش اذر بقى حصل في ديس اورجنايز ارانجمنت لهم زي بالمنظر ده، والنيوكلياي بتاعتهم بقت لارج وهايبر كروماتيك زي ما احنا شايفين. خلاص نيجي نبص على الديرمس، يعني يمكن الفوكس دي الوحيده اللي فيها جاست سكويمس بروليفريشن موجود. بعد كده نيجي للدرمس نفسه، شايفين في دنس انفلاميشن موجود. لو انتوا فاكرين بقى السيلز اللي عندنا ايه اخبار السيلز دي، واضحه عندكم ولا مش واضحه؟ السيلز دي ايه اللي هي لها اكسنتريك نيوكليوس، و اللي هي دي اللي هي دي شايفينها دي بلازما سيلز. فانا عندي اكستنسيف، ماشي عندي اكستنسيف، في اكستنسيف بلازما سيل انفلتريت هنا في الدرمس ومع الليمفوسايتس و هيستوسايتس. يبقى في عندي دنس ليمفوسيتيك انفلتريت، وفي كريتري فورم ليجن، وفي الونجيشن للحاجات نازله من الابيدرمس. ممكن يعني دي المفروض ان هي الونجيتد سويت داكتس، اللي هي سويت داكت احنا عارفين ان هي بتمشي من الدرمس وبتطلع تفتح في الايه على السيرفيس بتاع الابيدرمس. فالالونجيشن بتاعها ده ممكن نشوفه لما يكون في الانفلاميشن موجود عندي في الدرمس. يبقى انا عندي سولار الاستوزيس وعندي كريتري فورم ليجن موجود من معمول من اللايند باي اتنويتد سكويمس ابيثيليوم، وفي دنس انفلاميشن في الدرمس. لو بصينا شويه تحت الانفلاميشن ده هنلاقي ايه هنا، هنلاقي ايه هنا، شايفين البينك ماتيريال دي هنا البينك ماتيريال دي ايه؟ الدكتورة سميرة بتقول ان هي كيراتو اكانثوما، ماشي كلام كويس. احنا عارفين ان الكيراتو اكانثوما ده واحد من السكويموس بروليفريتيف ليجن، وانا ما عنديش هنا اي سكويموس بروليفريشن، هنتكلم في ثانية دلوقتي. المهم الحاجة البينك دلوقتي دي كله ديرمال سكار، بينك كولاجين ارينجد بارالل للإبيدرمس زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. كلوزر اوف فيو نشوف اللي هو البينك كولاجين ده، ده كله سكار ديرمال سكار. ومش بس كده، بالاضافه للانفلاماتوري سيلز اللي موجوده عندي في جاينت سيلز، دي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز شايفينها، مالتي نيوكليتد جاينت سيلز عباره عن هيستيوسايت اكتر من هيستيوسايت فيوز مع بعض. فاللي اللي يفسر لي بقى يعني من اول الكلينيكال، الكلينيكال والهيستولوجي ده. طبعا الكلينيكال لو انتوا راجعين محدش قال لي برضه على رايكم ايه في الكلينيكال يا جماعه. الكلينيكال واضح ان في تاخير اوي في الصوت. المهم ان الكلينيكال عندي انا يعني انا لما شفت العيان ده قلت يعني كان الماي كلينيكال ديفرنشال دياجنوز ووز كيراتو اكانثوما او اسكويموس سيل كارسينوما. الهيستولوجي دوت هو بتاع الريجريسنج كرياتو اكانثوما، كرياتو اكانثوما ان ريجريشن. طبعا لو انا بعمل ريبورتنج للحاله دي من غير ما اشوف الكلينيكال بتاعها هكتب اي كلام في اي كلام، ماشي كده يعني. طبعا الكلينيكال يفرق معايا في حاله زي دي بالذات اهو، لو انا معايا الهيس اللي هو السلايد بس من غير ما شفت العيان ده كلينيكال او معايا صوره للعيان هكتب اي كلام في اي كلام في التشخيص بتاعي. فدي حاله ريجريسنج كرياتو اكانثوما. العيان ده بقى يعني انا هوريكو ده، طبعا احنا قلنا الازرق اللون الازرق الجامد ده، ده عباره عن صوره سولار الاستوزيس، يعني دي جنريشن في الالاستيك فايبر نتيجه الايه الاكسسيف سان اكسبوجر، دايما بيبان لونها ازرق شويه كده. خلاص هنيجي نتكلم على تشينجز تانية. دايما لما بنلاقي في البيوبسي عندي سولار الاستوزيس او ساينز اوف سكين دامج سان دامج اي مين، ده بتوقع ان انا الاقي اكتر من وان باثولوجي موجود عندي في السيم بايبس، حتى لو ما كانتش متاخدالي او متقايلالي في الايه
في الفورم، على الفورم. العيان ده مثلا انا شايف هنا في الايه، على الايدج هنا في elongation للريتي ريدجز، شايفين elongation للريتي ريدجز هنا موجوده اهو، سلايت elongation في الريتي ريدجز، وفي pigmentation في البيزل لاير في الحته دي بس. يبقى في عندي pigmentation في الريتر في البيزل لاير اللي موجود على الميل على الريتر ريجيس، وفي elongation للريتر ريجيس بتبقى عامله زي club shaped كده، club shaped elongation، و increase pigmentation of the basal layer. فدي دي الهيستولوجي بتاع ايه؟ سولار لينتايجو. سولار لينتايجو ده نوع من انواع زي الفريكلز او كده، بيبقى induced بالسن. هنا بيبقى عباره عن ايه؟ بلاقي فيه pigmentation في البيزل لاير و elongation في الريتر ريدجز. خلاص همشي مع السكين تاني، هوريكم اي تشينجز تانية بنقابلها. هنا مثلا هنا شايفين الحتة دي، ايه رأيكم في الحتة دي كده؟ طبعا حتة عندي هايبر كيراتوزس وعندي بارا كيراتوزس برضو. الابيدرمس هنا من بالباور دي شايف ان في خلايا كبيرة في الكيراتينوسايس، كبيرة وشكلها unusual هنا، يعني مثلا هنا في disordered arrangement للكيراتينوسايت، في loss of maturation to some extent هنا، و large hyperchromatic nucleus. انا بس ارجع تاني كده اهو، اهو شايفين يعني هنا مثلا ايه، دي large hyperchromatic nucleus، وفي disordered arrangement للكيراتينوسايت على في الاريا دي، بالاضافه للاوفرلاينج هايبر كيراتوزس شايفين الباراكيرات. طبعا انا بقى استخدم الفوكال ادجستمنت، الفاين ادجستمنت، عشان تعملوا تقدروا تشوفوا الهايبر كيراتوزس والباراكيراتوزس. شايفين كده في يا شايف، ايه رايكم في السيلز اللي موجوده في الدرمز دي؟ ايه رايكم في السيلز اللي موجوده في الدرمز دي؟ طبعا اجلي سيلز، لارج هايبر كروماتيك نيوكليس، ريجولار نيوكليار ميمبرين، ديس اوردرد ارينجمنت، some mitotic figures موجودة اهو برضو. فيبقى وطبعا الديسبلازيا هنا يا جماعة عاملة involvement للبيزل لاير كمان عندي، يعني البيزل لاير هنا ما هياش intact زي في الباونس سيز. فأنا عندي في الحتة دي لما يكون عندي severe سرور elastosis وعندي ديسبلازيا واخدة ال entire thickness بتاع ال epidermis بالمنظر ده، يبقى ديسبلازيا واخدة ال entire thickness بتاع ال epidermis. ديسبلاي دي واخدة الانتير ثيكنس بتاع الابيدرمس. ومش بس كده، انا بس هوريكم، شوفوا المنظر ده، شايفين السيل الكبيرة دي، ديسكراتاتيك سيل، شايفين ديسكراتاتيك سيل وفيها هايبر كروماتيك نيوكلياس برضه. الديسبلاستيك ابيثيليوم بيكستند وبينفولف الايه، الادنكسال ستراكشرز عندنا هنا في الحالة دي. فانا عندي الفيتشر دي هنا ايه، نقدر نحط الحاجات مع بعض. شايفين الديسبليزيا فول ثيكنس ديسبليزيا وسولار الاستوزيس وذ انفولفمنت اوف ذا بيزل لاير. فيبقى عندي ايه الدايجنوزيس هنا؟ باوينويد اكتينيك كيراتوزيس. لو قلت اكتينيك كيراتوزيس ماشي مفيش مشكله، بس انا بقول باوينويد ليه؟ لانه بيشبه البونز ديز ان في فول ثيكنس ديسبليزيا عندي. خلاص في فول ثيكنس ديسبليزيا عندي. وطبعا لو انتم اللي فيكم متابعني من المره اللي فاتت، قلنا يا جماعه الباون ديز يفرق ايه عن الباونويد اكتينيك كيراتوزيس؟ ان البيزل لاير في الباون ديز بتبقى انتاكت الاي لاينر ساين، انما الاكتينيك كيراتوزيس البيزل لاير بتبقى انفولفد عندي زي هنا، بيبقى فيها اتيبيا. خلاص كده، وانا عندي فيه ماسيف سولار الاستوزيس. السولار الاستوزيس ده لازم بيقول لي ان هو ايه، ان انا في عندي سان دامج سكان. يبقى انا شفت سولار لينتايجو وشفت بونويد اكتينيك كيراتوزيس عندي في نفس الليجن، بالاضافه للليجن الاساسي بتاعي اللي هو كان ريجريسنج كيراتو اكانثوما. يبقى دوت ليجن اوف كيراتو اكانثوما ان ريجريشن. وزي ما اتفقنا عمري ما هعرف شخص، من كنت هشخص دي صح لو ما كنتش انا شفت العيان ده كلينيكلي، او يعني على الاقل شفت الكلينيكال فوتس بتاعته. اهو ده ليجن تاني موجود في نفس العيان ده، بقى في نفس السبيسمن، يعني في نفس السبيسمن اللي جاي، يعني هم عملنا اكسجن للليجن اللي كان على التمبل ده، طلع فيه ريجريسنج كراتو كان ثوما، طلع فيه عندي بونيد اكتينيك كيراتوزيس، طلع عندي سورال لينتايجو، وطلع عندي الليجن ده كمان. ايه رايكم في الليجن ده؟ ليجن حلو برضه. ده ايه؟ ده ليجن تالت هنا في
في السبيسمن بتاع الكريتو اكانثوما ده سيموريك كريتوزيس. انا عندي نيومرس هورن سيست ترو سودو هورن سيست وبيزولويد بروليفريشن وموجود في السان دامج سكن، فده سيبريو كريتوزيس، وده طبعا انسيدنتال فايندنج يعني في البايوبسي. هم شايلين احنا شايلين ايه بس اساسا؟ شايلين اللي هو الكريات او كانسوما اللي كانت شكل السكوينس الكارسينوما. خلاص كده يبقى انا عندي ده السان دامج سكن في الليجنز اللي احنا قلنا عليها، في ريجريسنج كريات او كانسوما ده اللي من الليجن اللي عندي اللي انا وريت لكم صورته في الاول، في عندي سولار لينتايجو وفي عندي اكتينيك كريتوز. يعني دي فوكس كده من اكتينيك كريتوز اللي انا وريتها لكم في الاول، شكلها حلو قوي يعني، في ديسفليزيا واضحه بالباور دي وايه وواخده الفول ثيكنس بتاع الايبيدرمس. خلاص طيب ده الليجن الاولاني اللي كان فين؟ على الرايت تمبل. نشوف الليجن التاني اللي هو موجود على الانتيريور رايت شولدر، لو انتوا فاكرينه ولا لا. الليجن اللي كان موجود على الرايت شولدر، نيجي نبص لو باور فيو عندي اهو، خليني اعدل لكم السلايد احسن عشان تشوفوا الحاجات معدولة. هنا اهو ده الليجن اللي على الشولدر يا جماعة. عندي ايه هنا؟ هشوف حتة ده نورمال ايبيدرمس اهو، انا عندي ده نورمال ايبيدرمس كله، وهمشي كده هلاقي فيه ان في يطلع فيه تيومر وكونكتد في كونكتد للإبيدرمس. التيومر ده اهو كونكتد للإبيدرمس ولا مش كونكتد للإبيدرمس؟ طبعا كونكتد للإبيدرمس بالمنظر ده اهو، ده تيومر كونكتد للإبيدرمس. طيب التيومر ده شكله ايه؟ معمول من ايه؟ انا هزعل يعني لو انتوا مش معايا اوي. التيومر ده معمول من ايه يا جماعة؟ عندي هنا كلها بيزلويد ايلاند. التيومر ده لونه ازرق ولا مش ازرق؟ لونه بلو. احنا اتفقنا لما تيومر يبقى لونه بلو بفكر في اول حاجه عندي البيزل سيل كارسينوما. تمام دكتوره اسماء بتقول ان هو بيزل سيل كارسينوما، هو فعلا بيزل سيل كارسينوما. الكرايتيريا بتاعتي ايه تاني؟ ان هو تيومر كونكتد للابيديرمس معمول من بيزلويد سيلز. يعني ايه بيزلويد سيلز؟ سيلز بتشبه البيزل لاير بتاعت الابيديرمس. والنودولز دي لو احنا ملاحظين شايفين، قلنا بقى الحاجات المميزه لها كمان البريفرال باليسيدنج. شايفين البريفرال باليسيدنج هنا؟ الخلايا مرصوصه على البريفري بتاع الايه اللوفيول، يعني مش هتشوفوا احسن من كده بريفرال باليسيدنج. خلاص هنا كمان اهو، يبقى عندي بريفرال باليسيدنج بزلويد تيومر كونكتد للإبيدرمس. ايه كمان كان عندنا مميز؟ وطبعا الخلايا ليه بتبقى لونها بلو شويه؟ قلنا لان النيوكلاس بتاعتها بتبقى لارج والسيتوبلازم سكانتي، فمعظم السيل تقريبا بتبقى اوكيوبايد باي النيوكلاس، والنيوكلاس لونها ازرق في الليستين بتاعتنا، فالسيل تقريبا كلها بتبان ان لونها ازرق، عشان كده تيومر كله بيبان ان هو بلو تيومر. عندي بريفرال باليسيدنج، وعندي بقى في حاجه المميزه للبيزر سيل كارسينوما اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي ايه؟ شايفين الريتراكشن ارتفاكت ده؟ شايفين السبيس اللي حوالين التيومر نوديول اللي بيفصل التيومر نوديول من الاستروما بتاعتي. بيبقى في عندي تيومر في عندي قصدي ريتراكشن ارتفاكت. شايفين بيبقى في عندي ريتراكشن ارتفاكت بيفصل ايه؟ بيفصل التيومر نوديول من الاستروما، بيبقى موجود في ميوسين. خلاص يبقى انا عندي ايه؟ في بري تيومر ريتراكشن ارتفاكت. خلاص يبقى دوت تيومر موجود في السيرفيس ابيثيليوم ومعمول من بيزولويد اي. ودايما برضه ممكن الاقي يعني، احنا اتفقنا ان في اكتر من تايب اوف، اتفقنا ان في اكتر من تايب من البيزل سيل كارسينوما سب تايب. يعني ده لما الاقي فيها بعض السيستيك تشينجز كده في النوديول بقول عليه ادينويدال تايب اوف بيزل سيل كارسينوما. مش عايز ادخلكم في تفاصيل قوي، يبقى كويس ان احنا نعرف ان هي بيزل سيل كارسينوما، لان انا التيتشنج ده انا قلت قبل كده يا جماعه ده للديرماتولوجيست وما هواش للباثولوجيست. انا جاست بوريكم الحالات اللي هي السيمبل بيزكس، ما يهمنيش التفاصيل اللي هي زياده قوي عليكم كديرماتولوجيست. يعني يبقى انا عرفت دوت بيزل سيل كارسينوما، ده الفراجمنت التانية بتاعت التيومر ده.
شايفين؟ لو انا عندي بس الحتة دي اللي لازقة في السيرفس كده، دي اقول عليها ايه؟ لو انا عندي بس الحتة دي اللي هي سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوما، لو انا عندي في البيوبسي الحتة دي بس بقول عليها سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوما. هنا اوبيس تاني، شايفين الريتراكشن ارتفاكت؟ شايفين هنا وهنا اهو. ده ريتراكشن ارتفاكت برومننت. نيجي نبص على هنا ايه ده بعض الايه يعني، هو ده تيومر طبعا، كان لارج تيومر واخد الايه الحته كلها زي ما احنا كنا شفناه، وده الليجن اللي كان على الشولدر. طبعا كلينيكالي لو كنت فكرت بيزر سيل كارسينوما يعني، هو طبعا ما كانش فيه كيراتين على السيرفيس بتاعت الليجن، فكنا بنفكر في، انا فكرت في البيزر سيل كارسينوما او باون سيز. هنا طبعا طلعت نودولار بيزر سيل كارسينوما، نودولار ومايكرو نودولار تايب اوف بيزر سيل كارسينوما. وطبعا هنا شايفين برضو في سولار الاستوزس، شايفين السولار الاستوزس، الالاستيك فايبر بدأت تبقى بلو ان كلر ويحصل لها ديجنريشن. ده السولار الاستوزس اللي بنشوفه في لما يكون عندي سيفير سان دامج، لما يكون عندي سيفير سان دامج بشوف الايه السولار الاستوزس ده. خلاص يبقى انا عندي سولار الاستوزس واضح في الليجن اللي عندي ده. نيجي نبص على على ايه، على الليجن التالت بتاعنا اللي كان موجود في الاير. تالت ليجن كان موجود فين؟ في الاير، اللي هو اهو ده البايوبسي بتاعته اللي كان ulcerated ليجن موجود في الاير. طبعا دوت انا شايف هنا ايه برضو نفس الكلام، في عندي هنا الحتة دي، هنثبت هنا الايه الميكروسكوب. هنا في عندي برضو يعني thickening في الابيدرمس موجود، وفي elongation للريتريجيس، بس ده يظهر طبيعي الالونجيشن بتاع الريتريجيس ده، ولا في حاجة abnormal هنا مثلا؟ طبعا لو بصيت كويس هلاقي ان هنا في عندي برضو disordered arrangement للبيزل لاير هنا في بالمنظر ده، وفي اتيبيا. السيلز اللي بقت لارج وهايبر كروماتيك، لها هايبر كروماتيك نيوكليس، وفي مايتوتيك فيجرز، وفي لوس اوف ماتيوريشن في ارياز هنا في الحته دي. وده جزء من الليجن. يعني انا عندي هنا فيتشر بتاعت الاكتينيك كيراتوزيس برضو، فول ثيكنس ديسبلاجيا. طبعا انا عندي شايفين السولار الاستوزيس، برضو انا عايز اتاكد ان انتوا عارفين السولار الاستوزيس. السولار الاستوزيس ده ديجنريشن للالاستيك فايبر بالمنظر ده هنا اهو، ده السولار الاستوزيس. شايفين الفرق الكونتراست بين النورمال اللي هو النون انفولفد والانفولفد درمس؟ البابيلر درمس فيه سولار الاستوزيس، والبابيلر درمس بينك، بينك ما هوش انفولفد او بالسولار الاستوزيس. ماشي، يبقى في عندي ديجنريشن في البيزل لاير هنا، في سوري في الالاستيك فايبرز. يبقى انا عندي في الحته دي باونز ديز. لو جيت بصيت على الفراجمنت التانيه من العيان ده الليجن ده، هبص الاقي ان دوت موجود عندي في الدرمس. ده موجود ايه التيومر ده، بينك ولا بلو؟ بينك ولا بلو؟ انا شايف ان هو بينك، ما هواش بلو. خلاص يبقى بينك تيومر معمول من سيلز شبه الكراتينوسايس اللي موجوده في الابيدرمس. زي ما انتم شايفين لها اباندنت اسينوفيليك سيتوبلازم. لو ركزنا كويس قوي هنلاقي ان في بعض انترسيلولار بريدجز او بريكلينج او ديزموزومز موجوده بين الكراتينوسايس وبعضها. خلاص اهو دي الكراتينوسايس، برضه الديزموزومز اللي موجوده بين الكراتينوسايس وبعضها باينه. فده سكويمس ابيثيليوم، اتيبيكال سكويمس ابيثيليوم، ما هوش موجود في في الابيدرمس بس موجود في الدرمس. فده يعني ايرلي انفيجن او من سكويمس الكارسينوما. طبعا انا عندي البريكرسر ليجن بتاعها ايه، اللي هو الباوينويد اكتينيك كيراتوزيس في الحته دي. ده البريكرسر ليجن بتاعنا، بتاع الليجن باوينويد اكتينيك كيراتوزيس
في الحته دي. بعد شويه الليجن ده ممكن يقلب لايرلي انفيزيف سكويموس سيل كارسينوما. خلاص ده اللي كان الليجن الثالث اللي كان على الاير. يعني طبعا المفروض ان هو بلو، قصدي السكويموس سيل كارسينوما بتبقى ايه، احنا اتفقنا ان لها كذا جريد اوف ديفرنشيشن، يا اما ويل ديفرنشيتد يعني بتشبه السكويموس سيل كارسينوما. حلو، الدكتوره اسماء مهدي قالت ان ده سكويموس سيل كارسينوما ممتاز. فانا عندي ان ايه، ان التيومر اللي اسمه سيل كارسينوما يبقى بينك. لو ويل ديفرنشيتد بلاقي فيه كيراتين كتير بيكون، بيعمل لي كيراتين نس او كيراتين بيرلز. لو كل ما الديفرنشيشن بيقل، كل ما الكيراتين بيرلز بتقل، كل ما الاتيبيا او الديجري اوف سيتولوجيكال اتيبيا بتزيد في الكيراتينوسايتس دي. طبعا مودريت لديفرنشيتد اسكويموس سيل كارسينوما ارايزنج في الباك جراوند بتاعت ايه، في الباك جراوند بتاعت اكتينيك كيراتوزيس. هنا اكتينيك كيراتوزيس اهو. خلاص، يبقى ده الليجن التالت اللي عندي. يبقى انا اول ليجن كان عندي في الرايت تمبل لو انتوا فاكرين، اللي هو كان طبعا كلينيكالي يعني اللي يشوفه يقول ان هو كراتو اكانثوما، بس انا يعني بصراحه ما كنتش سسبكتنج ان هي تطلع لي ريجريسنج كراتو اكانثوما. انا كنت متخيل انها هتبقى في البروليفراتيف فيز او حاجه زي كده، بس هي كراتو اكانثوما ان ريجريشن. الحاجه التانيه برضه بالنسبه للكراتو اكانثوما، دايما لو انا سسبكتنج الكراتو اكانثوما كلينيكلي او سكويما سيل كارسينوما بعمل اكسجن على طول. طبعا لحاجتين، لو العيان elderly بالمنظر ده، العيان ده كان بورن ان 2000 سوري 1926 elderly patient اكتر من 80 سنه، ده بيبقى ايه، بيبقى في تشانس ان انا الكراتو اكانثوما اللي عنده حتى لو هي كراتو اكانثوما، ان في تشانس للسكوما سيل كارسينوما تو ارايز ان الكراتو اكانثوما. ماشي كده، لو كان العيان ده كبير قوي elderly، فيبقى مش هارمفول ان انا اشيل الكراتو اكانثوما بالاكسجين، وخصوصا في السن ده. فدي من الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها. يعني البيزر سيل كارسينوما على الرايت شولدر، اولذو طبعا الدياجنوزيس بتاعها بيفور بروسيدنج وذ اكسجين، المفروض خدت لها بايوبسي الاول صغيره كونفيرمد الكلينيكال سسبيشن بتاع الكراتو اكانثوما، سوري بتاع البيزر سيل كارسينوما، وعلى هذا الاساس عملنا اكسجن بعد كده. بس الليجن اللي هو على التمبل ده عملنا ايه، اكسجن على طول، ستريت فورورد اكسجن. وطبعا البلاستيك سيرجن هو اللي عمل الليجن اللي كان على الرايت تمبل ده، لانه كان ليجن كبير شويه الليجن، ولان البلاستيك يعني الاساس في البلاستيك سيرجن ان كان يعمل الاكسجن للليجن اللي كان جوه الاير. لو انتوا فاكرين ان انا وريته لكم تالت ليجن عند العيان ده، ده كان المين كول بتاعتنا ان احنا ليه قلنا للبلاستيك سيرجن ان هو يديل with the excision of the lesion on the ear because it was a difficult site for us of course to do. فقلنا له بقى بالمرة يشيل الليجن اللي هو اللي على anterior shoulder والليجن اللي فين، اللي على right temple. فهم عملوا كل الليجن دي في one setting. يعني ما اعرفش انتوا كده فاكرين، انا ممكن اوريكم تاني الليجن الليجنز اللي احنا شفناها، بس انا في الحالة دي هحتاج ان انا ايه ادخل تاني على الـ على الـ اي زيرو اي. طبعا مش هتعرفوا تشوفوا الباسورد بتاعتي لانها ما بتظهرش اصلا. يعني اوريكم ايه الصور تاني بتاعت العيان ده. يبقى احنا كده ثبتنا الحاجات اللي قلناها، واللي ما شافش في الاول الليجنز يفتكرهم تاني. العيان الهوسبيتال نمبر بتاعه 5000. اهو تمام، ده الليجنز بتاعتنا. نشوف الليجن اللي هو الاولاني اللي احنا شفناه. طبعا الليجن كان باين ان هو يمكن يعني بيقدر يصير كارسينوما اكتر منه بونز ديز تقريبا، بس يعني كان برضو ديفيكولت ان الواحد ايه يفرق اوي. ده الليجن اللي هو على التمبل يا جماعه، اللي طلع ريجريسنج كراتو اكانثوما. يعني شوفوا الكلينيكال ده، يعني الكلينيكال برزنتيشن ده يعني نو no داوت. يعني حتى البلاستيك سيرجن لما انا بعتها له بقول له ان هي لايكلي كراتو اكانثوما، لقيته كاتب في الفورم بتاعته اسكوما سير كارسينوما. هو كده ما بعت البلاستيك، طبعا مش عارفين قوي في الايه، في ال differentiation between keratoacanthoma and squamous cell carcinoma. But I didn't expect to be in the regressing phase with the histology اللي انا وريته لكم الاولاني.
الليجنت ده هو نفسه لسه الكريتور كانت هم اللي على الرايت تمبل. وطبعا احنا شايفين هنا يعني ده في عنده سولار لانتاج، وهنا او سيب كي ليجن هنا اوف سيب كي، وفي تلاقي لي انا سيب كي انسيدنتال في البيوبسي بتاعت الليجن ده اللي انا وريتها لكم، وفي اكتينيك كريتوزيس برضه اوريكو. ده الليجن اللي على الاير شايفين ulcerated ليجن، وبرضه difficult to know this whether this is a BCC or squamous cell carcinoma of course unless you take a biopsy. فده طلع الليجن الاخير اللي انتوا قلتوا عليه اللي احنا اتفقنا ان هو squamous cell carcinoma وكان arising on top of actinic keratosis. نيجي نبص هنا على ايه ده، لا ده يبقى دول التلاتة ليجنز قلنا، الليجن اللي على chest ولا على التمبل و ال اه ده اللي هو اللي على الشولدر دي بقى. دي الريكوست فورم اللي احنا يعني انا دلوقتي شفت العيان ده، المفروض ان لازم العيان ده بسأله احنا هناخد الميديكال فوتوغرافس بتاعتك. طبعا لو اي عيان بنجي لنا احسن حاجه ان الواحد ياخد فوتوغرافي للليجن ده حتى لو انا عارف ان هو ايه كدوكيومنت بنعينه عندنا في الويب سايت بتاع المستشفى. الحاجه التانيه بسأله لو انت عايز ان احنا نستخدم الصور دي في تيتشنج ولا لا، teaching medical student. فهو لو قال لي اه مثلا consent I consent to photographs being made available for teaching healthcare professional، وطبعا انا لازم ان شفته مع انا اللي واخد منه الكونسنت ده، فبكتب اسمي طبعا على الايه على الفورم. شوف انا اوريكم بس ده الديفرنشال دياجنوز بتاعي لما انا بعت له الصوره كتبت له ايه الدياجنوزس، اول ليجن كريتو اكانثوما اور سكويما سيل كارسينوما رايت تمبل، ده كان الديفرنشال بتاعي حتى بكتبه في برضه بنكتبه برضه على الـ على الريكوست فورم بتاع الصوره. التاني حاجه بي سي سي رايت شولدر انا كاتب كده اهو، وطلعت كلينيك وطلعت الهيستولوجي بتاعها بي سي سي. الليجن اللي كان على الاير ده كان اصلا مش شخص قبل كده ببايوبسي، فيعني ما اضفناش جديد ليه يعني، يعني كان العيان ده جالي انا بس بالاثنين ليجنز اللي هم الرايت شولدر والرايت تمبل، وكان عنده اصلا ليجن من قبل كده اللي على الرايت اير اللي انا وريته لكم. فده الفورم بتاعتنا. فانا الحالات اللي انا بشوفها لازم باخد كونسنت من العيان، لو هو مش موافق ان انا بستخدم الصور للتيتشنج طبعا لازم احترم ايه رايه. فالعيان ده كان عاطيلي كونسنت ان انا استخدمها للتيتشنج، فعشان كده وريت لكم الصور. فلما بيكون ممكن ان شاء الله كل الحالات اللي انا احس ان الكلينيكال اللي هيفيدنا في الهيستولوجي ايه هنوريها لكم باذن الله. بس لو لكم اي طلبات او اي ملحوظات يبقى كويس. انا مش عارف ايه المشكله لما انا شغلت الوايرلس السماعه الوايرلس، هي اسهل لي بصراحه ان انا استخدم الوايرلس السماعه دي، بس تقريبا هي اللي خلت الفيديو ده يقفل في الاول 3 مرات يعني. بس فلو لكم اي طلبات هيبقى كويس. كفايه يعني متهيألي كفايه على النهارده، كفايه كده على النهارده يعني بالنسبه لكم، ونشوفكم ان شاء الله وقت قريب. وانا اسف على الشورت نوتس، طبعا انا بلاقي ان في امكانيه ان انا اقول لو عندي وقت مثلا في اليوم ده بقول، بس يعني غالبا المفروض يبقى الجمعه بعد الظهر يعني الجمعه الساعه مثلا 5:15 بتوقيتكم ولا حاجه، ده المفروض الميعاد المناسب يعني. بس لو في فرصه ان انا اشوف غير كده، لان انا ما عرفتش اديكم يوم الجمعه اللي فاتت دي كان عندكم اكتيفيتيز تانية في مصر يعني. بس نشوفكم ان شاء الله على خير المرة الجاية ان شاء الله، ولو لكم طلبات سيبوها برضو على البوست ده. خلاص، شكرا والسلام عليكم.